أسعد الله صباحكم طلبتي الأعزاء. درسنا لهذا اليوم نتحدث فيه عن المناء. المناء هو دراسة لأحوال الطقس. ما هي أحوال الطقس بالفقرة؟ الجو، درجة الحرارة، الرياح، الضغط الجوي. تمام، هذه ندرسها لكن لمدة زمنية طويلة. ما هو الفرق بين المناخ وبين الطقس؟ المناخ هو الدراسة لأحوال الطقس، من درجة حرارة، من رطوبة، من أمطار، من ضغط جوي لمدة زمنية طويلة. لكن الطقس هو دراسة لأحوال الطقس لكن لمدة زمنية قصيرة، قد تكون ساعة أو قد تكون يوم. هل الوطن العربي كله نفس المناخ؟ تفضل يا صديقي. المناخ الاقاليم المناخيه، البحر المتوسط، نعم، والسحوب، والمدار المطير، والاستوائي. احسن. نأتي الان بالتفصيل الى الاقاليم المناخيه في الوطن العربي. اقليم المناخ البحر المتوسط، وين يكون يمتد؟ يمتد اقليم من اسم البحر المتوسط، اذا يمتد البحر المتوسط، لكن وين؟ في السهول الساحلية للبحر المتوسط. هذا البحر المتوسط، هذا الساحل، هاي منطقة السهول. في السهول الساحلية من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي. لكن الجو مالته شلون يكون؟ الجو مالته يكون في الصيف شلون تكون حرارته؟ شلون تكون حرارته بالصيف؟ درجات الحرارة صيفا، وبالشتاء يكون معتدل فيها الشتاء. بالشتاء يكون معتدل مع سقوط شنو؟ الأمطار. تسقط فيه الأمطار بغزارة. أما نأتي الآن إلى النباتات اللي موجودة فيه. النباتات اللي موجودة فيه السنديان والصنوبر. نأتي الآن إلى أقليم آخر، هو أقليم الانتقالي، هو السهوب، شبه الجاف السهوب. هو يكون انتقالي. في الجزء الشمالي يكون مناخ بحر متوسط، وفي الجزء الجنوبي يكون المناخ الصحراوي. هذا المناخ يمتاز بأنه في الصيف يكون حار جاف، أما الشتاء تسقط فيه الأمطار. سقوط هذه الأمطار يؤدي إلى تكون نباتات. هذه النباتات الموجودة تكون عبارة عن حشائش قصيرة. حشائش قصيرة الموجودة الحلفة في المغرب، والشقائق النعمان والنرجس في العراق. لكن أين تكثر هذه المنطقة؟ وين موجود هذا الإقليم؟ في هضبة الشطوط والهضبة المراكشية والمنطقة المتموجة في العراق، وفي المنطقة المتموجة في العراق. نأتي الآن إلى إقليم المناخ الصحراوي. من اسمه مناخ صحراوي. إذن شلون يكون المناخ الصحراوي؟ شلون يكون يا حسن؟ شلون يكون الجو مالته؟ صيفا حار جاف، وشتاء قلة الأمطار، وما يصل إلى 100 ملم مكعب. أحسنت. أمطار تكون قليلة جدا لأنه صحراوي. أين يمتد؟ يمتد من المحيط الأطلسي، من المحيط الأطلسي غربا إلى الخليج العربي شرقا، يعني كأنما قوس. هذا الصحراء، هذا المناخ أوسع الأقاليم المناخية، أكثر منتشر، أكثر شيء لنشوف ماخذ الجزء الفوق كله من المحيط الأطلسي غربا إلى الخليج العربي شرقا. هذا المناخ ظروفه قاسية، حرارة قلنا ترتفع به، أمطار قليلة، هل ممكن إنه يعيش نبات بالصحراء؟ أحمد، تتكيف النباتات في هذا المناخ حيث تتكيف في هذا المناخ وحيث تساهم في اختزان المياه في سيقانها وجذورها، مثل النبات الصبير والشوك والعقول. ليتكيف مع هذا الجو الحار، يخزن المياه في سيقانه وفي جذوره. أحسن. أما الآن نأتي إلى المناخ المداري المطير. من اسم المطير يعني تسقط فيه الأمطار خلال الصيف. هذا المناخ وين موجود؟ نأتي الآن إلى الجزء الجنوبي من الوطن العربي. وين راح نلقاه موجود؟ راح نلقاه موجود في موريتانيا،
شوفوا امتدادنا وين يكون، في موريتانيا وفي جنوب السودان وفي الصومال وفي اليمن ومرتفعات الحجاز. هذا المناخ تسقط به الامطار في فصل الصيف قد تصل الى 500 ملم مكعب. من يعرف السبب ليش الامطار تسقط بالصيف بهذا الاقليم؟ من يعرف بسبب هبوب شنو؟ تفضل. بسبب اختلاف الرياح الموسميه. الرياح الموسميه تهب عليه تؤدي الى سقوط الامطار في فصل الصيف، تؤدي الى سقوط الامطار في فصل الصيف. تتكون ان في هذا الموسم نباتات اللي هي نباتات تكون الحشائش مالتها تكون طويله، عندنا السافانا واشجار الطلع التي تنتج لنا الصمغ. ناتي الان الى اخر اقليم هو الاقليم المناخ الاستوائي، من اسمه استوائي، وين يكون قريب الى خط الاستواء، وبالاخص وين يكون؟ يكون في اقصى جنوب الصومال، في اقصى جنوب الصومال يكون هذا المناخ. هذا المناخ يكون حار في الصيف، لكن يمتاز بسقوط الامطار ايضا لان تهب عليه رياح موسميه. بعد ايش موجود هذا المناخ؟ يمتاز بقله المدى الحراري. قله المدى الحراري شنو؟ فرق بين درجه الحراره بين الصيف وبين الشتاء، يسمى المدى الحراري. فقلة المدى الحراري يعني بين الصيف والشتاء ماكو هواية درجات تختلف بيناتهم، شيء بسيط لكن ايضا ترتفع به درجة الحرارة، اضافة الى الرطوبة تزيد، من الرطوبة تزيد تؤدي الى سقوط الامطار خلال فصل الصيف وتكون غيوم كثيفة تمنع دخول اشعة الشمس، فنجد ان اقليم المناخ الاستوائي يكون اقل درجة حرارة من اقليم المناخ المداري. وإلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، ولنا معكم لقاء في درس قادم. استودعتكم الله.